Dice, Señor, Dynamic Host Control Protocol. ايه ده؟ بص، لو انا قاعد في اللاب بتاعي ممكن اخد الاي بي بتاعي استاتيك، افتح احط الاي بي بتاعي بتاعته، احط الاي بي 10001 الماسك كذا الدي ان اس كذا، صح؟ صح عبده؟ طب افرض انت شغال في شركه، الشركه دي فيها 2000 3000 جهاز، حلو، مطلوب منك انك تحط لهم الاي بي على طول، هتعمل ايه؟ هتعدي عليهم واحد واحد، هقول لك مثلا خمس ايام ولا حاجه، صح؟ هتكون الخلل. طب ايه رايك يا عمر لو جبنا سيرفر، سيرفر حلو كده، ده احنا خدناه في الاول اصلا، كنت شرحت لك في الاول، بس المره دي هقول لك الكونفجريشن بتاعتي انت ازاي تعمل. طب ما تضيعش وقت، ها عايز جديد، ما تضيعش وقت اهو. هنجيب سيرفر يا باظه ونسميه دي اتش سي، دي اتش سي ده ابلكيشن تحط على السيرفر ده. دلوقتي انت هتتعلم على الجهاز بتاعك بالنسبه للايبات، تقول له اوبتين اي دي اوتوماتيك بروتوكول، عارفين طبعا تعمله اوبتين اي دي اوتوماتيك من مكان اليوم ازاي؟ عارف عبده ولا اقولها؟ لا عارفين؟ لو حد مش عارف اقولها، انا مش عارف، هات لي الشاشه يا محمد. دلوقتي انا ممكن احط الاي بي ستاتيك بايدي في كارت اللام بتاعي كده، ادخل كده تي سي بي اي بي فيرجن 4 مش فيرجن 6 فيرجن 4، واكتب الاي بي زي ما هو مكتوب كده، ده كده انا حاطه ستاتيك زين. طب افرض يا نور انا عايز احط اوتوماتيك، قول له اوبتين اي بي اوتوماتيك، والدي ان اس قول له اوبتين اوتوماتيك. واحد ده ممكن يقول لك انا شغال من غير اي بيات، لا انت كده مش شغال من غير اي بيات، انت الحركه اللي انت عملتها دي، هات لي بقى الصبوره يا محمد، بتخلي الراجل ده يبعت برودكاست من عنده اسمها دي اتش سي بي ريكويست. يعني انا عايز اي بي، حد الشركه يا جماعه اديني اي بي. ف السويتش لما يجي له برودكاست بيعدي البرودكاست من كل حته، بيرد؟ لا طبعا. وده بيفرق دي اتش سي بي، هي خاصيه بتمكن السيرفر ده من انه لو حد عايز اي بي دي يقول له خد، هتروح له راوتر، الراوتر مش متفعل عليه حاجه زي كده، تروح لمين؟ للسيرفر، يقول له خد يا عم، يقول له بعت له بقى حاجه اسمها دي اتش سي بي ريبلاي، لا دي اتش سي بي ريبلاي. فيقول له خد اي بي وماسك، مش بس كده ممكن كمان يبعت له الاي بي والماسك والجيتوي والدي ان اس. ده عايز اي بي، حد يديني اي بي يا جماعه، خد، عايز اي بي خد. فانت ممكن تعمل الحركه دي على ايه؟ على سيرفر. عايز تعرف بتتعامل ازاي على السيرفرات؟ في انا كنت وريت لكم قبل كده بتتعامل ازاي في في باكت تريزر. اما لو انت بتدرس كورسات مايكروسوفت فانت تقدر تعرفها ازاي بيعملوها على السيرفرات بتاعت مايكروسوفت. طيب انا طب انت جاي بتديها لنا دلوقتي، انا عايز اديها لك عشان اقول لك الدي اتش سي بي ده ابلكيشن، ممكن ما تحطش سيرفر اصلا خالص، ممكن تشغل الدي اتش سي بي هنا يا جماعه وتخلي الراوتر هو اللي يفرق، هو اللي يفرق على الناس دي. طب ازاي الموضوع ده يتعمل؟ تعالى بقول لك الكونفجريشن بتاعه ازاي. لاب زي اللاب بتاعنا ده، طبعا الاجهزه هنا لو تلاحظ ان لو تلاحظوا يا جماعه في سبليتنج هنا حاصل، في سبليتنج هنا حاصل، سلاش 29 يعني الماسك ده كام؟ 248 صح؟ انا هعمل هخلي الراوتر ده يبعت اي بي هات لللان دي، لللان دي، ماشي الكلام؟ طيب تعملها ازاي راوتر؟ الاول مبدئيا كده قبل ما الراوتر نقول له يعملها ازاي، بصوا يا جماعه لو انا قلت له اسحبه من دي اتش سي بي، دي هنا بقى يا نور زي اوبتين اي بي اوتوماتيك، دي زي اوبتين اي بي اوتوماتيك. فانت بص ريكويستنج اي بي ادريس، بيطلب بيطلب بيطلب، فشل فين؟ فشل ليه يا باشمهندس؟ فشل يا رجاله عشان مفيش حد يرمي له لا سيرفر ولا راوتر متفعل عليه الدي اتش سي بي. طب ما تيجي نفعل الخاصيه دي على الراوتر بتاعنا اهو يا عم، افتح الراوتر انيبل كونف تي وتقول له اي بي
الدي اتش سي بي بول تعمل بول وتديها اسم نسميها أبازر. يلا يا عم هنسميها أبازر. حلو دي اسم البول. طيب انت ثانيه واحده هتفرق في الشبكه كام؟ البول دي المفروض لها شبكه هتفرق منها ولكن هقول له فرق يا عم في الشبكه 10 0 0 0. طب ثانيه واحده هي دي فعلا الناس دي في الصبنه 10 0 اه فعلا هي الصبنه 10 0 0 0 دليل فيها 1 2 3 اهو. طيب لو انت عملت علامه استفهام الماسك كام بقى؟ الماسك 255 248 بتاع الصبنه دي ولا ايه؟ يبقى الراجل ده اخره 248 يعني كام اي بي؟ 8 256 ناقص 248 8 يعني الراجل ده اخره يرمي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 لا 7 لا لان 7 برودكاست اخره لغايه 6 من 1 لغايه 6. هنفرض ما كله يرجع للماسك افرض الماسك كان 255 0 0 0 يرمي معاك زي ما انت عايز بقى. بس هنا اللي حاكمني ان فعلا الشبكه دي بس 29 يعني الصبن دي فيها 8 ايباد بس فهو انا هخليه يرمي الثمان ايباد دول بدي اتش سي. طيب كده هيرمي الاي بي والماسك. طب الجيت واي كام يا جماعه؟ الجيت واي بتاعه المفروض 10 1 يعني انت لو جيت دلوقتي تبص على الراجل ده بص يا جماعه الله بص يا نور لا 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 معلش يا نور اتفرج تاني خد اي بي 10 0 0 2 الماسك كذا. طب الجيت واي يا باشمهندس ودي ناس ما خدهمش ليه؟ هو انت خليت الراوتر يرميهم؟ خلي الراوتر يرميهم. طب يرمي الجيت واي ازاي؟ قول له ديفولت راوتر 10 0 0 1 وتقول له دي ان اس سيرفر ارمي دي ان اس 8 8 8 8 مثلا. حلو كده يا جماعه؟ وتقوم عامل اكس. طب اسالكم سؤال فرضا ان في الراوتر هنا اي بي كام يا جماعه؟ 10 0 0 وانت بتقول له ارمي في الشبكه 10 0 0 0. طب ما هو ممكن هو بيرمي 10 0 0 1 لحد ممكن يكون عندي هنا سيرفرات في الشبكه بتاعتي يعني انا عندي سيرفر واثنين ده واخد 10 0 0 2 وده واخد 10 0 0 3 انا عايز يبعد عن الحته دي يبدا يرمي مثلا من اول 10 0 0 4 تمام كده؟ ابعد لي عن واحد ابعد لي عن رينج معين عايز استبعده فلازم تستبعد الرينج اللي فيه اي بي الراوتر والسيرفرات اللي عندك اللي انت عايز الهوستس تبعد عنها فتقوم تقول له ايه؟ اعمل اكزت وقول له اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس استبعد لي من اول 10 0 0 1 الى 10 0 0 3 مثلا استبعد لي دول ما ترميهمش يبقى يرمي من اول كام يا جماعه؟ 4 و5 و6 و7 حتى 7 مش هيرميها لان هنا الماسك بتاعنا او الصدر بتاعنا بس يا باشمهندس في جهاز 10 2 اه في جهاز 10 2 انا عايز ارمي له وسط الرينج ده 10 2 لا مش هينفع اظبط ايباداتك بحيث يبقى هو بعيد عن الناس دي. خلاص كده يا جماعه يبقى انا استبعدت دول. بص كده الجهاز ده اسحب تاني كده اسحب تاني الله خد من اول 10 كام؟ 4 والماسك كذا والجيت واي كذا والدي ان اس كذا. طب والجهاز ده خد من اول كام؟ دي اتش سي خد 6 ماسك كذا وجيت واي 100 100 انت كده 100 100 فهمت الدي اتش سي بي؟ تمام وقف يا محمد.